تتجه أنظار عشاء الساحرة المستديرة النهارده الساعة 9:15 مساء نحو ملعب فيليب أرينا المتواجد بمدينة مقدونيا لمتابعة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد بطل بطولة الدوري الأوروبي. طبعا البطولة جت فكرتها من صحفي هولندي، صحفي رياضي هولندي سنة 72، كان الهدف منها في الوقت ده كان أياكس أمستردام مسيطر على البطولات الأوروبية والبطولات في هولندا، فكان الهدف منها زيادة بحسب ما اتكتب طبعا زيادة رصيد أياكس أمستردام من البطولات القارية، وكان هتتعامل ما بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل كأس الاتحاد الأوروبي في الوقت ده. آخر بطولة طبعا في السوبر كانت ما بين ريال مدريد كان بطل دوري أبطال أوروبا وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز ريال مدريد 3-2. النهارده طبعا في اوراق رابحه كتير بالنسبه لريال مدريد وبالنسبه لمانشستر يونايتد. ريال مدريد طبعا بصفوفه بتدعم بعوده كريستيانو رونالدو، زائد ان الحاله الفنيه اللي عليها اسكو وسانسيو مودريتش وكروس لعيبه كتير النهارده هتبقى مؤثره في ريال مدريد. من الجانب الاخر مانشستر يونايتد بيتسلح باحدث صفقاته لوكاكو، ده فرود خطير جدا، فرود مهم جدا هياثر، هيكون ليه تاثير النهارده طبعا مع مانشستر يونايتد. هي المواجهة كمان خاصة ما بين زيدان وما بين مورينيو. مورينيو طبعا بيواجه فريقه القديم ريال مدريد، بيتطلع للإحراز البطولة الثانية لمانشستر يونايتد في تاريخه من بطولات السوبر الأوروبي والبطولة الثانية السنة دي. ريال مدريد عايز يزود رصيد بطولاته لأربع بطولات لأنه حصل على كأس السوبر الأوروبي 3 مرات قبل كده. أعتقد النهاردة هتبقى مباراة قوية وممتعة لكل جماهير الكورة.